بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، أيها الإخوة، ننطلق من جديد هنا في انطلاقاتي صباحية هذا اليوم، شوطنا العاشر الذي خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. المركز الأول شاهين خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري شعار الذيبة مع بو عجيل، بينما اللي في المركز الثاني وصول هتاج منصور بن راشد بن سعيد الزرعي، ورابع ثالث المراكز ايضا نجد علي بن سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع الشبابي محمد بن احمد بن سعيد بن رفيعه، وخامس المراكز ايها الاخوه مرموق عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السات حضورنا الكريم جمهورنا المميز في هذه اللحظات اللي هو خطاف ومحمد بن معيوف بن سعيد الحلامي، وفي المركز السابع وصول مستمعينا الاعزاء هناك النصر عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي، وتاسع المراكز مداهم وتعود ملكيه مداهم ايها الاخوه للسيد عبيد بن راشد بن عبيد بن عبد الله بن ميع السبوسي، وفي المركز العاشر والاخير ضبيان لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا الجميلة والمميزة هنا على أرضية هذا الميدان. نجد في المركز الأول، نجد في مقدمة هذا الشوط علي بن سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي مسيطر على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني شعار عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي هالي رشده حضره، وايها الاخوه ايضا حاضرين مع مرموق، بينما اللي في المركز الثالث هتاش يلا يا الزرعي هناك منصور بن راشد بن سعيد الزرعي، وفي المركز الرابع شعار خليفه بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري مع شاهين، وفي المركز الخامس لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوه الشبابي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. مرموق غير على المركز الاول بقياده عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي الذي هناك سيطر على مقدمة هذا الشوط. نجد في المركز الثاني علي بن سلطان بن محمد الملعاي حتى أيها الإخوة يعود إلى ثالث المراكز، وتعود ملكيته للسيد منصور بن راشد الزرعي، وفي المركز الرابع ضبيان على رابع المراكز لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالفوز التمام. هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي. الله يا مرموق، ضبيان يحاول، مرموق مسيطر على المركز الأول وصامد على مقدمة هذا الشوط. عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي شعار سكر أيها الإخوة، تألق مع سن الإذاعة واللقاية، يتألق مع مرموق في هذا الصباح المميز في أسبوعنا السابع أيها الإخوة لانطلاقات هذا اليوم الجميل. سلام إلى رشدة والراشدية كافة على هذا الحضور الجميل. عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي على حضورك، على حضورك لهذا الشوط الجميل، هذا الشوط المميز. تهانينا لمعي مرموق، شكرا يا عبيد، شكرا بو سلطان على هذا الحضور المميز. عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي وصباح الخير يا بو سلطان. المركز الثاني لمحمد بن احمد بن حلوة مع ضبيان. المركز الثالث ايها الاخوة هناك اللي في المركز الثالث منصور بن راشد الزرعي، المركز الرابع لعلي بن سلطان الملعاي، وخامس المراكز مستمعينا الاعزاء. 4 دقائق هو التوقيت، ما شاء الله 30 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.